بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. أعزائنا طلاب الصف الحادي عشر، مرحبا بكم ودرس تطبيقات على درس تداخل الموجات. في هذا الدرس لدينا ثلاثة أهداف: يرسم خريطة مفاهيم لأهم مفاهيم الدرس كاملا الذي سبق دراسته، يرسم خريطة ذهنية لقوانين الدرس، وأخيرا يتدرب على حل تدريبات مختارة من مصدر التعلم. بداية، أهم المفاهيم. هذه خريطة ذهنية نوضح بها مفاهيم خصائص الموجات والتداخل والضربات وتراكم النبضات. في درس خصائص الموجات في البداية درسنا معنى التردد، وهو عدد الاهتزازات خلال ثانية واحدة، أحسنتم، الزمن الدوري، أحسنتم، زمن دورة أو اهتزازة كاملة، الطول الموجي، أحسنتم، هو مسافة أو المسافة التي تقطعها الموجة خلال دورة كاملة، بعضكم يعرفها المسافة بين قمتين، المسافة بين قاعين متتاليين، لا بأس. سعة الاهتزازة هي أقصى إزاحة للاهتزاز، التراكب باختصار إزاحة أي نقطة على الموجة المحصلة تساوي أو هي مجموع إزاحات كل موجة على حدة. طول الموجة واتفقنا على حسابه وكيفية إيجاده، أما تعريفه فهو وصف. هذا الوصف يعبر عن موقع أي من جسيمات الوسط أثناء دورة اهتزاز كاملة. ثم ذهبنا إلى درس التداخل. تعرفنا في التداخل عن تعريفه، هو أحد أنواع التراكب، فنقول هو تراكب موجتين، ولكن شرط هاتين الموجتين أن يكون لهما نفس التردد والسعة. ممكن أحبابنا يسأل سؤال: ما هو شرط التداخل عموما؟ أن يكون للموجتين نفس التردد والسعة. وقسمنا التداخل إلى قسمين، أحسنتم، بناء وهدام. في التداخل البناء يحدث عندما تكون المحصلة لها أعلى سعة، يعني بجمع السعتين تزداد المحصلة. أما في التداخل الهدام فإنه يحدث عندما يكون للمحصلة أقل سعة، حيث يتم طرح السعتين، وهذا كان شكل التداخل البناء، وهذا هو شكل التداخل الهدام. ثم انتقلنا إلى الضربات، هي تناوب في علو وانخفاض الصوت، يرتفع وينخفض، صوت عالي ولين، نتيجة لتداخل بناء ثم هدام في نفس الموجة، بناء ثم هدام. لماذا يحدث البناء والهدام في نفس الموجة؟ لأن الموجتين مختلفتين في التردد. إذن أحبابنا قد يسأل: ما هو شرط حدوث الضربات؟ نقول التقاء موجتين مختلفتين في التردد. ما هو ناتج حدوث الضربات؟ بيدينا إيه؟ أو لينتج صوت عالي ولين، أو عالي ومنخفض، وهذا هو شكل الضربات، بناء هدام بناء هدام وهكذا. ثم انتقلنا إلى تراكم النبضات، والنبضة كما أسلفنا هي عبارة عن اهتزاز في اتجاه واحد، قمة واحدة تتحرك على المسار، فيحدث تراكم النبضات عند التقاء نبضة ساقطة مع نبضة منعكسة كما بهذا الشكل. وأسلفنا أنه بعد عند الالتقاء، عند لحظة الالتقاء يحدث جمع للسعتين لأن الاثنين في الاتجاه الموجب، وبعد أن تنفصل النبضتين تهاجر كل نبضة في الاتجاه الذي تسلكه بنفس طاقتها وسعتها قبل الالتقاء. ثم ننتقل إلى أهم العلاقات الرياضية التي درسناها أو العلاقات الفيزيائية. أخذنا قانون التردد ورمز له رمز F، والسرعة V، وقانون فرق المسار ورمزنا له برمز دلتا ال. هذا هو قانون التردد، هو مقلوب الزمن الدوري 1 على تي، حيث تي هي الزمن الدوري كابيتال. قانون السرعة في إيكوال لامدا اف. قانون فرق المسار ال1 ماينس ال2، وهذه هي القيمة المطلقة، أو دائما نطرح الرقم الأكبر من الرقم الأصغر بحيث يكون الناتج له قيمة موجبة. وتعرفنا على شرط التداخل البناء من حيث فرق المسار، أن يكون N مضروبة في لامدا،
أو إن بلس نص رقم صحيح ولكن معه نص، يعني يعطينا كسر العدد بالعدد نصف، ويسمى هذا التداخل تداخلاً هداماً. الآن إذا طلب مني السرعة V equal F dot lambda، إذا طلب مني لامدا معناها تقسيم كما تعودتم V على F يعطي لامدا، والF هكذا. الزمن التردد مقلوب الزمن الدوري، والزمن الدوري 1 ديفايد F. وننتقل إلى تدريب. هذا التدريب موجود بالكتاب مثال محلول في صفحة 11. تنتشر موجتان متماثلتان بطول موج، أعطانا لامدا إيكوال 2 من مصدريهما في الوقت نفسه. تلتقي هاتان الموجتان عند النقطة X، أي نقطة تبعد 12 متر من المصدر الأول و15 من المصدر الثاني. L1 equal 15، نعطيها الرقم الأكبر دائما L1 عشان يطلع معنا الرقم قيمة مطلقة أو موجب. L2 يساوي 12. ما المطلوب؟ ما نوع التداخل؟ بداية أحبابنا L1 و L2 معناها أحسب فرق المسار، دلتا L equal L1 minus L2. أنا خدت الكبيرة الأول فلا داعي لوضع علامة القيمة المطلقة، 15 minus 12 equal 3 متر. بعد ذلك نذهب لعلاقة لحساب الـ N. N equal دلتا L على لامدا. فرق المسار عندنا دلتا L 3 واللامدا 2، معناها equal 1.5. N equal 1.5. لو رجعنا لكتابة علاقة فرق المسار، دلتا L equal، هل هي N or N plus نص؟ أحسنتم، 1.5 لامدا يعني 1 plus نص، إذن فهو تداخل هدام لأنه كسر للعدد نصف وليس رقم صحيح من لامدا. يبقى إذن إحنا حسبنا فرق المسار وتعرفنا على نوع التداخل من خلال حساب فرق المسار. تدريب بالكتاب المدرسي صفحة 48. افتح الكتاب. ما فرق الطول بين الموجتين؟ حاول إجابة بنفسك ثم استمع إلى إجابتي. هذه الموجة بدأت من قمة، تعودنا إرجاعها بحيث تبدأ من الصفر هكذا. هذه الموجة بدأت من قاع، نكملها نصف قمة، نصف قاع عفوا، ثم قمة. دي تعتبر مربع واحد، يعني هذه النقطة عند سالب باي على 2. هنا دي مربع، سالب باي على 2، سالب باي، سالب 3 باي على 2. إذن دلتا L إيكوال سالب باي على 2 الأكبر ماينس سالب 3 باي على 2 إيكوال باي. هذا كما تعودنا على حله. طب باي يعني كم درجة؟ أحسنتم، 180 درجة. أي ترددين لموجتين صوتيتين تنشأ منه ضربات. شرط الضربات أن تكون الموجتان متقاربتان في التردد. 400 405، نعم هاتان الموجتان متقاربتان في التردد، إذن فهذه هي الإجابة الصحيحة. تتراكب موجتان صوتيتان، هذا في الكتاب صفحة 49، لتنشأ عنهما موجة ذات سعة أكبر من سعة أيام منهما، بمعنى زادت السعة. فيا ترى ما نوع التداخل؟ أحسنتم، هذا التداخل تداخل بناء. تتداخل موجتان حيث يكون للموجة المركبة الناتجة سعة أصغر. سعة أصغر بمعنى طرح، نعم أحسنتم. ما اسم هذا التداخل؟ هو تداخل هدام. وننتقل إلى التدريب الذي يليه في صفحة
52. ارسم موجتين إحداهما ذات طول موج أكبر من الأخرى. سهلة، ما في بلا شيء. هذه موجة ذا طولها الموج، وموجة أخرى نباعد القمة عن القمة، يبقى هنا طول موج أكبر وهنا طول موج أصغر. موجتين إحداهما أكبر سعة من الأخرى ب، هذه موجة وهذه هي السعة. هذه موجة أخرى ولها سعة أكبر من التي رسمناها س. موجتين إحداهما ذات زمن دوري أكبر من الأخرى، هذه الموجة ذات زمن دوري، أين زمنها الدوري؟ عند نهاية الموجة الأولى، وهذه موجة أخرى لها زمن دوري ولكن زمنها الدوري أكبر من السابقة. في صفحة 52 أيضا موجة لها تردد F وطول موجي لمدة، ما سرعة انتقالها؟ في. العلاقة التي تربط هذه الكميات الفيزيائية، ذكرنا أن V equal lambda F، بمعنى V تساوي حاصل ضرب الطول الموجي في التردد. الطول الموجي 6 times 10 to the power minus 7 times، ضربناها في ال F 5 ضرب 10 to the power 14 equal 3 times 10 to the power 8 متر بير سكند، وحدة قياس السرعة. تدريب آخر في صفحة 52 أيضا موجة لها سعة 40 وطولها الموجي 2، خضعت للتداخل مع موجة أخرى ذات سعة 15 وطولها الموجي 2، أيضا لهم نفس طول الموجي، بمعنى أن هذا سيكون تداخلا أم ضربات؟ أحسنتم، تداخلا. ما هو المطلوب؟ إذا كان فرق الطول 180 يعني باي، ما هي سعة الموجة؟ أسمع الجميع يقول أن هذا تداخل، أحسنتم، في فرق طول باي يبقى تداخل هدام. ما هي سعة الموجة في التداخل الهدام؟ نطرح أم نجمع؟ أحسنتم، طرح. بمعنى أن أنا هقول إن سعة الموجة المحصلة تساوي 40 بلس سالب 15. 40 هي قمة التقت مع القاع اللي هي 15 equal 25 سنتيمتر، نفس اليونت. إذا طلب مني رسم الموجة المحصلة، الموجة المحصلة لابد أن تبدأ من القمة ولها سعة 25 لأنها طلع معايا بالاتجاه الموجب. ب، إذا تداخلت الموجتان وكان لهما نفس الطور فما هي السعة؟ نفس الطور، يبقى الاثنان في نفس الاتجاه قمة وقمة، فتكون السعة هي حاصل جمع الاثنان معا equal 55 سنتيمتر. وهذا هو سؤال الواجب. أتمنى من الجميع حل السؤال وانتبهوا لحل الواجبات على الـ LMS، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.